العربية وآدابها وشهادة كفاءة في تعليم اللغة العربية ودبلوم في الشؤون الدولية والدبلوماسية، وهي طالبة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها ومدرسة بلغة عربية للمرحلة الثانوية. والنبوغ لا يتوقف هنا، بل هي حاصلة على جائزة الإبداع من مؤسسة ناجي نعمان الثقافية عام 2014. من غلاتها مقالات ثقافية ونقدية ونصوص شعرية نشرت في جرائد ومجلات عديدة، منها اللواء والنهار والبناء والأنوار والحصاد وبوهيميا، ونصوص شعرية مترجمة من مركز البحوث والترجمة في الصين، وديوان أنثى المعنى عام 2017. إذا كان تعداد أعمالها قد أتعبني، فما هذا النشاط الفكري الشبيه بنحلة دائمة الانهماك؟ فاسقنا من عسلك. وبما أنها من بيت ملاك، فنحن نطلب منك أن تتملكي قلوبنا وتجلسي ملكة على عروشها بعذوبة ما سال من قلمك. ألعلك تملئينه عسلا قبل الكتابة ونحن ما زلنا نكتب بالحبر؟ لارا ملاك، تفضلي وتملكي.